ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. منير يا حبيبي، انت وحشتني قوي. سامحني يا منير، سامحني يا ابني. ما تتكلميش يا حبيبتي، الكلام غلط عليكي. فرحت ظلمت يا ابني، وانا كمان ظلمتها معاهم. ليه بتقولي كده يا ماما؟ انت ما عملتيش حاجة ليها. لا يا ابني، كما تدين تدان، انا لازم احكي لك على كل حاجة من يوم حادثة فارس، وبنرجع فلاش باك من لما كانت بهية قاعدة مع رندا وفارس قاعد مع فرح في اوضته. فقالت بهية لرندا حاجة غريبة. في ايه مالك؟ فارس من لما خد مقصوفة الرقبة وطلعوا اوضتهم ما عادش ليهم صوت، عادي هتلاقيهم نايمين. مش عارفة، قلبي مش مطمن للهدوء ده. طيب استني، هقوم انادي على واحدة من الخدم عشان تقول لهم الاكل جاهز. وبعتت رندا الخدامة لأوضة فارس، وفجأة سمعنا الخدامة بتصرخ. فطلعت أجري أنا ورندا، ولقينا فارس مرمي على الأرض غرقان في دمه. اتصلنا على الإسعاف بسرعة وإحنا متوترين وخايفين. وصلنا للمستشفى، وبعد فترة طويلة خرج الدكتور. المريض نزف كتير وحالته حاليا مش مستقرة، حاليا بننقله دم بس لازم يفضل تحت المراقبة لمدة 48 ساعة. ممكن اشوفه يا دكتور؟ مش هينفع يا فندم، وعلى فكرة انا بلغت الشرطة وزمانهم على وصول. قال كده ومشى. فقالت بهية بتوتر وهي بتبص لرندا، هنقول ايه للشرطة؟ هتصل على سالم عشان يرجع دلوقت. واتصلت فعلا رندا بسالم وبلغته بحالة ابنه. فجه سالم فأول طيارة لمصر ووصل في فجر اليوم التاني، وجه بسرعة للمستشفى وهو خايف جدا على ابنه الوحيد، وكل اللي شاغل تفكيره فارس وبس. ولقى بهية قاعدة جنب رندا، والاتنين ظاهر على ملامحهم الخوف والحزن. فاتكلم سالم بخوف شديد وتوتر ملحوظ وقال، ابني ابني عامل ايه؟ ومين الوقت اللي عمل فيه كده؟ لسه حالته ما تحسنتش وما نعرفش ايه اللي حصل له يا سالم. ولحظتها وقفت رندا مرة واحدة وبصت لبهية وهي بتقول، امال فين فرح وابنك منير؟ مش ملاحظة ان هما الاتنين اختفوا فجأة؟ ممكن هما اللي عملوا كده وهربوا مع بعض. يعني فرح اللي فضلتها على ابني وكنت بعملها احسن معاملة وعيشتها في قصر عمرها ما تحلم بيه، واكل عمرها في حياتها ما اكلته، بعد ده كله تعض الايد اللي اتمدت لها وتنتقم مني في ابني؟ والله لا اندمها على اليوم اللي اتولدت فيه. وابنك يا بهية لو كان ليه يد في اي حاجة تخص ابني هنسى ان هو ابنك وهوري النجوم في عز الظهر. وردت بهية بخوف على ابنها وقالت، مين قالك ان ابني ممكن يأذي ابن خاله او يأذي اي حد؟ حتى تلاقي مقصوفة الرقبة هي اللي عملت كده. وبصت لرندا بشر وقالت، وابقى اتأكدي من اي كلمة قبل ما تقوليها، انا ما قلتش حاجة غلط. ابنك من وقت ما جه وهو مهتم بالبنت دي، وكان واقف في وش فارس عشانها. وبعدين الشرطة لو جت في أي وقت هتقول لهم إيه يا سالم؟ ما حدش فيكو ينطق بكلمة واحدة، أنا هخلص الموضوع ده. وطلع تليفونه وأجرى اتصال هاتفي. وبنرجع لبهية وهي بتحكي وبتقول، وفي الوقت ده سالم اتصل على حد مسؤول وخلص موضوع فارس. قعدنا كلنا في المستشفى واحنا متوترين مستنين اي خبر عن فارس. وبعدين دخل الدكتور
وقال لنا المريض فاق وبينادي على اسم فرح، يا ريت تدخله لو موجودة، يا ريت تدخله. ابني عامل ايه يا دكتور؟ بص يا سالم باشا، هو الجرح فعلا سطحي بس نزف كتير، عشان كده اضطرينا ننقله دم، والحمد لله طالما فاق يبقى خلاص الخطر زال، ولو حابب تدخله تفضل، بس يا ريت فرح دي تدخل هي كمان، عشان حتى وهو في البنك كان بينادي باسمها. ودخل سالم عشان يطمن على ابنه، ودخلت معاه بهية، فقعد سالم جنب فارس وقلبه بيتقطع من منظر ابنه، وفضل سالم يبص لفارس باشتياق شديد، ففتح فارس عيونه ببطء واتكلم بتعب وقال فرح، فين فرح؟ لسه بتنادي على اسمها بعد اللي عملته فيك وكانت عايزة تموتك يا ابني؟ فرح ما عملتش حاجة. وفضل فارس في الوقت ده يصحى ينادي على فرح، ومن شدة التعب يرجع ينام تاني، وغاب 5 أيام بالحال ده، وبعدها اتحسن وبقى كويس ورجع الأصل. وسالم قال له إن فرح هربت مع منير بعد ما حاولت تقتلك. فارس مستحملش كلام أبوه وتعصب، وفضل يكسر في كل حاجة كان بيشوفها قدامه، وقعد يستحلف إن هو مش هيسيبكوا في حالكوا، وإن هيرجع فرح ليه تاني وهيقتلك يا ابني. أنا خفت عليك وقررت إن هتصل وأحذرك، أحذرك من شره، بس في الوقت ده دخل عليا فارس وبصلي بنظرات كلها شر، وهو بيقولي كملي يا عمتي، كنت رايحة تعملي ايه؟ ها؟ وكنت هترني على مين؟ يا فارس يا ابني، مستحيل منير ابني يفكر يأذيك، انت ابن خاله وزي اخوه بالظبط، اكيد هي فرح هي اللي خططت لكل ده. واتغاظ فارس من كلامها على فرح وقال بصوت عالي بص يا عمتي، انت قدامك حلين، الاول انك تشوفي ابنك وهو بيموت، او ترني عليهم دلوقتي وتقولي لهم اني مت، وعلى فكرة ابنك خد فرح وسافروا لاستراليا. كانت بهية بتسمعه وهي بتترعش من الخوف، لانها حست من نظرات فارس وغضبه انه هيخلص على منير ابنها، فقالت بتوتر موافقة، موافقة على الحل التاني يا فارس. ايوه كده يا عمتي، عرفتي مصلحتك فين، يلا اتصلي عليهم. هو في الوقت ده يا ابني رنيت على سرير، وكنت حاسة من كتر الخوف ان روحي هتطلع، ووقتها عرفتكم ان فارس مات، وقال لي فارس بابتسامة خبيثة ايوه كده شاطرة يا عمتي، ومد ايده بعوف واخد منها التليفون واستدار عشان يمشي، ولحظة ووقف تاني وبص لها وقال حبيت اقولك اني فصلت حرارة تليفونات البيت كله عشان ما تعرفيش تتواصلي معهم من ورايا، وعلى فكرة كمان حتى الخروج من اوضتك ممنوع، ولو حسيت بغدر منك انسي ابنك. قال كده وخرج فارس، وقعدت بهية على الارض وهي بتبكي والخوف مسيطر عليها كليا. اما فارس فدخل لمكتب والده بدون اي استئذان، فاتكلم سالم بضيق وقال ايه تصرفات الاطفال دي، ما خبطتش على الباب ليه قبل ما تدخل؟ قرب فارس من والده وقعد قصاده ووضع اوراق قصاده، فبص سالم للورق وقال ايه ده، امضي. امضي على ايه؟ دي اوراق الوصية بتاعتك. وصيتي؟ انت هبل، وصيتي ان كل ثروتك هتتحول ليا، ومش هيبقى في اي حد شريك ليا في الورث، ولا منير ولا فرح. وتعصب سالم من كلامه، فخبط على المكتب بايده وهو بيقول مهما عملوا يا فارس هم ليهم نصيب في الورث ده، وكمان حضرتك جاي وعايز تورثني وانا عايش؟ ما انت مش هتفضل عايش لفترة طويلة، انا حطيت لك سم في القهوة.
اللي انت شربتها من شوية، وطبعا مفعول السم ده طويل، يعني قدامك ساعة وهتطير للسماء. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه في تاني اسرار هتكشفها بهية لمنير؟ وفارس ناوي يعمل ايه؟ وازاي هيسترد فرح؟ وايه هي دوافعه اللي موصلاه للاستماتة في الوصول لفرح؟ كل ده في حلقتنا اللي جاية، واستنوني النهاردة في حلقة جديدة الساعة 10 بإذن الله. اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو انت مش مشترك فيها فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.